بكلمة ألاجي ومعناها حان وقت التبديل. يصيح قائد الحرس اليوناني عند كل ساعة ليترك حارسين جديدين يقفان على جانبي النصب التذكاري للجندي المجهول وسط العاصمة أثينا، لا يحركان ساكنا مهما حدث حتى يحين وقت المغادرة. وتقام هذه المراسم منذ بناء النصب في سنة 1968، وباتت هذه العروض تشد الانتباه حيث تجذب الكثير من الزوار لليونان ويتابعونها بشغف، ويتعرفون من خلالها على تقاليد اليونان القديمة. وما يلفت الانتباه أيضا لغة التخاطب بين الحارس وقائده التي تستخدم فيها حركة رموش العين، فعدد حركات الرموش ترمز إلى أمور متفق عليها بين الجانبين. إذن ليس من السهل أن تكون جندية في الحرس الرئاسي اليوناني، إذ ينبغي على هؤلاء الجنود الذين يتألقون في أزياء تعود إلى قرون خلت الوقوف من دون حركة أمام قبر الجندي المجهول، وتمثل برودة الطقس القارسة ودرجات الحرارة المرتفعة وفضول الصغار الذين يركلون الحراس لرؤية ما إذا كانوا أحياء حقا. بعض المخاطر التي يواجهها من يتم اختيارهم لهذه المهمة الصعبة. أما زي الحرس الرئاسي اليوناني فهو مستوحى من حرب استقلال البلاد عام 1821، وعلى الرغم من أنه ثقيل جدا ومصنوع من خامات خاصة، فإن السلاح الذي يحمله الحارس يزن أيضا نحو 7 كيلوغرامات، والحذاء يحتوي على عدد كبير من المسامير الصلبة ليعطي الصوت المطلوب، إذن هو أيضا ثقيل. ويتم اختيار الحرس الرئاسي من الجنود العاديين والرتب المختلفة، ويعتبر المظهر الخارجي بالغ الأهمية، إذ ينبغي أن يكون الجنود لائقين بدنيا. والشرط اللازم للانضواء في هذه الوحدة والتي يطلق عليها اسم أيفزوني هو أن يتراوح طول الشخص بين 1.87 متر و2.10 متر، ويتم قبول 33% من المرشحين. ويكمن التحدي في تعزيز التركيز والانضباط الجسدي والنفسي ليتمكن العنصر من البقاء جامدا على مدى ساعة على الأقل مع تصويب النظر إلى الفراغ دون الاكتراث بالضجة المحيطة به. ومن بين مهامهم هو حراسة نصب الجندي المجهول في ساحة سنتما على بعد 500 متر من القصر الرئاسي اليوناني. يستمر التدريب على التحمل والانضباط مدة 6 أسابيع، وتعد مراسم تبديل الحرس أحد نقاط الجذب السياحي في اليونان. وبعد لبس الرداء التقليدي الفضفاض الذي يصل إلى الركبتين والمصنوع من 30 مترا مربعا من القطن المطوي 400 مرة للدلالة بحسب التقليد على 4 قرون من الهيمنة العثمانية، ويتعين على عناصر أيفزوني الامتناع عن أي تفاعل مع المعجبين، وفي حال حصول مشكلة لا يحق له سوى أن يرف بجفنيه مرة واحدة للقول نعم، ومرتين لقول كلا، بهدف التواصل مع المسؤول عنه. كما أن أي حركة أو تفاعل مع أحداث خارجية يعتبر إساءة للمهمة الموكلة لهؤلاء الحراس. ويعتبر عناصر الحرس الرئاسي اليوناني المشار إليهم تجسيد الشعور بالفخر بالانتماء لليونان واحترام التاريخ،
ومنذ 150 عاما تقريبا تقوم مهمة هؤلاء الحراس على توجيه تحية لأبطال الأمة وتجسيد التقليد. Bruce, Mars.